خونا نتاع صابر لقينا بوان دو فيكساسيون اللي عاونتنا طلعنا البلوك الفوق مهدي كان بجنب احمد دزيد مهدي بجنب شهاب دونك ولينا قرب اكثر كيف كيف محمد علي مشى على اليمين ورجع علي العامري على اليسار لقينا لي زوتوماتيزم قربوا لبعضهم الاولاد لعبنا الكره نتاعنا اللي باس كورت اللي باس دونك واللي سهلنا على جونا 5 ولا 6 اوكازيون مي في الاخر ماتش كي من هذا لونجو نتاعو ديمي فينال راه ما تستناش باش في كل وقت كل ماتش تربح بسكور دونك في الاخر احنا تعدينا وهذيك الفايده لي بليسير باسكو اسكندر لعبيدي في الاخر لا اسكندر حس بشد صغير دونك خير من دونك هذاك علاش يعني لاباس فوت ربي لاباس سي سعيد ان فري ماتش دو كوب اليوم من الاريفي نتاع الكار ريني شوف ولو كي تجي وتشوف جو البرا كيفاه دونك نعرفوا من الاول شكون ماتش ساهل سيرتو لعبيتنا كي كلينا الصراحه ما كانش نستناو باش نلقاو جمهور كي من هكا البرا كريتو شنو هذا هذاك زيد عمل علينا ضغط اكثر دونك هذاك بيتيت الميتون لول تعدينا كوتي خليني نقول لك ما دخلناش في الطرح بكدا وقتها حسينا بالخطر حسينا اللي ولينا نلعبوا بالحق بنا دونك هذاك الديسكور اللي كان في الميتون مع اللي بدلنا شويه ديسبوزيتيف دوزيام ميتون يظهر لي متخيخه الاولى طلعنا لفوق ملكينا في وقت باهي جاونا كات ولا سانك اوكازيون كنا نجموا نقطه طلع مي في هذوما الماتشات هذوما ما تستناش ديما نعاودوا نقول مشكل ماتش تلقى روحك في ديسكور كبار تيران صعيب بصراحه تيران صعيب وادفيرسير محترم برشا دونك هذاك هو يعطيهم بصراحه نحب نشكر منزل الديب خاطر عندهم ايكيب محترمه برشا وانا اليوم يعني مش بالصدفه باش تخرج لك حمام سوسه خاطر بالحق عندنا ايكيب محترم سي في ديفيزيون انفيريور مي عندهم ملاعبيه باهين احنا ما عندناش حتى عذر اليوم كما حكيت من الامبيتي راهو باللي يكون لي كونديسيون راهو لازمنا كان الكاليفيكاسيون اوكي ضغط ما مستانسين بالضغط مي الحمد لله تو تعدينا الدومي فينال نطويوها صفحه الكاس تو وعندنا ميسيون اخرى داخلين لها ان شاء الله جماعة داخلين ان شاء الله والله شوف بصراحة كوليكتيفون عندهم لاعبين باهين مي اللي شد انتباهي ولا نمرة 19 اللي دخل زي ميتون حدوش بصراحة عنده برشا كاليتي ملاعب نجم يقول لك نجم يلعب في ديفيزيون ناسيونال فاسيلمون هاي مرحبا دونك ميرسي بوكو